الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده بوضوح، والنهارده حلقه خاصه جدا. واولا اسمحوا لي ارحب بضيفتي العزيزه اللي هتشاركني في تقديم هذه الحلقه، الفنانه الجميله المتميزه النجمه رنا سماحه. رنا برحب بيكي، اهلا بيكي، نورتيني النهارده. اهلا بيك يا دكتور. طبعا انا عايزه اشكر حضرتك انك اديتني الفرصه ان انا اشتغل مذيعه مره ثانيه. بارت تايم، هنديكي بارت تايم، هتشتغلي بارت تايم مذيعه. يلا بينا. انت عندك تجارب ناجحه قبل كده. ربنا يخليك يا دكتور، وعايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا النهارده. لاول مره انا في برنامج بوضوح يعني بشارك دكتور عمرو في التقديم، وان شاء الله تتبسطوا معانا النهارده. والنهارده احنا كمان معانا ضيف جميل جدا وموهبه غنائيه متميزه جدا، اثار اعجاب الكثيرين من الجمهور والنقاد. ضيفنا النهارده بيجيد اختيار اعماله، وهو جعل نجمه في تصاعد مستمر. معانا النهارده مطرب الاردني نجم يوسف عرفات. اهلا بك يا يوسف. اهلا فيك. اول شيء مساء الخير عليك يا دكتور. اهلا بك، مبسوط بوجودي معاك. مساء الخير عليك يا رنا، وبرحب بالفرقه الموسيقيه، وبرحب بالدكتور مصطفى. لو احنا كمان بنرحب بالدكتور مصطفى، فرقه موسيقيه، طبعا منورنا وشرفتنا. يوسف انا سعيد بوجودك، وانا عارف قد ايه انت فنان متميز، ويعني ليك صوت خاص ومذاق خاص، واظن انكم انتوا كمان تقدروا تتكلموا مع بعض اكتر في التجربه، خصوصا انكم انتوا الاثنين يمكن خريجين نفس، يعني انت يمكن عرب ايدل. عرب ايدل وانا ستار اكاديمي، ستار اكاديمي، مجربين نفس داخلين نفس التجربه تقريبا. فخلينا نتكلم مع يوسف شويه، كلمنا عن عرب ايدل، التجربه انت استفدت منها ايه مبدئيا؟ والله اول شيء هي تجربه كده اتاحت لي الفرصه ان انا اخذ الخطوه الاولى في الساحه الفنيه. كان عندي تجارب سابقه غير عرب ايدل، يعني الموضوع ما كان جديد علي، لكن هي تعرف كان برنامج عرب ايدل كان على شاشه ضخمه، فهي اللي كانت الدعم الاكبر لإلي. اكيد تجربه كثير كثير مفيده، اكتسبت فيها خبرات كثير، اكتسبت فيها شهره ونجاح، والحمد لله هي اللي خلتني موجود هلا انا على الساحه. لا وان شاء الله لجاي احسن. يا رب يا رب. تحب بقى تبدا تسمعنا ايه بقى؟ الله على طول هيك على طول بقى. يعني حلاوتها في حموتها بقى. انت هتغني وهي هتغني كمان، مش هنسيبها زي النهارده. حضرتك بقى انت تغني يا دكتور. لا انا ما ينفعش اغني، لا هو برد. صح حسيتها اليوم. حاسس ان انا ما ينفعش اغني. طيب نقول علي قرا. طبعا العظيمة عليا التونسية. طبعا طبعا. Hi.
الحب دوتنا تهنا وتوهنا الحب دوتنا تهنا وتوهنا وتاهت المراسي بين النهار والليل وتاهت مفضلش غير دمعة مرسومة بالبلدي يا ليل يا صعبه الاغنيه صعبه صحيح يوسف ما شاء الله قدها الله ودود يعني يوسف انت غنيت الاغنيه دي في اراب ايدل صحيح صحيح طيب فكرنا ذكرياتك مع مع البرايم ده اللي غنيت في الاغنيه دي بالذات هو طبعا انا كان عندي مشكله في اراب ايدل اللي هي ما كان عندي القدره اني اختار اغاني يعني ما كان في الاغاني ما كانت من رايي الشخصي فانا من اول ما دخلت كنت حابب اني ادخل في اللون شويه الطربي انت عارف خصوصا انت بتدخل برنامج مواهب لازم تعرض انت شو تملك يعني حس شو رب العالمين معطيك من نعمه لازم تعرضها فانا كان معي مشكله اني كنت محطوط في طابع اللي هي الاغاني الرومانسيه فانا كنت مواجه مشكله اكيد في الموضوع هذا صحيح انه الناس حبوا اللون هذا مني بس مثل ما حكيت لك برنامج المواهب تحتاج انت تعرض اكيد الاغاني كمان الطربيه القديمه هي اللي هتربينا اساسا عليها كل الناس يعني مساحه الصوت بقى وقوه الصوت وعمق الصوت ففي مره واحده حنوا علي يعني وخلوني اغني الاغنيه هاي هي كانت اخر اغنيه اصلا اغنيها في البرنامج يعني انا بعديها خسرت كنت الفاينل بس خسرت بس كانت احلى حلقه يعني احلى اغنيه انا اديتها في البرنامج وانت خلاص هلا هي عم تذكرني في ماضي 3 سنين بقول انا حاسس طلع لي شعر يا والله شعر بس مش شيب يعني وكمان انت بدات صغير يا يوسف صحيح 18 سنه صحيح بس قولي انت تحب تسمع ايه بقى من رنا
الله ايه رايك بقى؟ فاجئتني. نسمع، انا بحب اسمع طبعا اغنيتها الجديده، اكيد ببارك لها وببارك لجمهورها. الله يبارك فيك. اغنيتها مريض نفساني، نسمعها. نسمع مريض نفساني. نسمع مريض نفساني. تديها المايك بتاعك بقى. تفضلي. بعد اذنك يا يوسف. تفضلي. هوب. اسمعها قلت لها انت ليكي مستقبل باهر في الغناء، وباكد النهارده نفس الكلام بجد. أكيد صوتها قد ايه جميل وقوي. وحضور 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 جميل وكاريزما جميله، الله يوفقها. وبعدين بتعرف تختار كمان الكلمات، والمرضى النفسيين كتروا اليومين دول. اه قوي يا دكتور صراحه. بس انا اظنك انت بقى نفسك تسمعي حاجه برضو من يوسف. طبعا يوسف، يعني بما انك كان انت معانا النهارده احنا اتكلمنا عن ارب ايدل، فحابه اتكلم بعد ارب ايدل. جميل. يعني انا غني دلوقتي اول تجربه ليك بعد ارب ايدل. بعد ارب ايدل كان عندي اول شيء مشاركه في مهرجان جرش، كانت اول حفله لي. كنت الختام تبع المهرجان. مهرجان جرش ده معروف انه من اعظم المهرجانات اللي طلع فيه يعني كبار. يعني انا مش هنسى مثلا الحفله اللي عملها الراحل العظيم وديع الصافي. صحيح، الله يرحمه. فاكر انت؟ اكيد. وغنى هناك على رمش عيونها. الله. ايه رايك بسمعها منك؟ اكيد نسمعها. يلا نسمع. شكرا. كانت حفله رمش عيونها. طبعا مهرجان مهم جدا.
هوا طرع لي مني وقلبي هوا على رمش عيونها بلت هوا طرع لي مني قلبي هوا وانا ياللي كنت طبيب الهوا والاهل العشق ببيع الدوا وانا ياللي كنت طبيب الهوا والاهل العشق ببيع الدوا من نظرة لقيتني صريع الهوا من نظرة لقيتني صريع الهوا نطلع لفاصل ونرجع نواصل بقى يعني هذه الحلقة الجميلة اللي فيها اتنين من أجمل الأصوات يوسف عرفات ورنا سماحة بعد الفاصل. Thank you.
والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد ولا فيه غريب واللي ليه قرب والنهار
سلموني علي وإن أكون حبيب سلموني علي وإن أكون حبيب سلموني علي وإن أكون حبيب سلموني علي طمنوني شكرا هايلين هايلين على راسي شكرا هايلين كنتوا رائعين بجد الله ويعني امتعتونا بجد بالصوت الجميل انتوا الاثنين ما شاء الله يعني اصوات اجمل من بعضها ويا بخت الناس اللي تسمعكم ان هم شايفين اصوات جميله يا بخت والله احنا في القعده الحلوه والقعده اللي انا متشرف فيها نقعد معاك ومع الفرقه الرائعه ومع كل الشباب بتشرف وكثير مبسوط كمان رنا منورتني ومشرفتني صدقيني ربنا يخليك قولي بقى اخبار الميني البوم ايه بقى انا سامع انك انت بتعمل ميني البوم مظبوط انا هذا الخبر اللي تعبني انا بروح بعض مع الصحافه بقول انا كنت هعمل ميني البوم فالاخبار نزل انا عم بحضر ميني البوم فمبسوط ان انا عبر تلفزيونك عبر برنامجك اسف راح اوضح للناس انه انا مش عم بعمل ميني البوم انا محضر عده اعمال بطرح كل فتره سنجل لكني مش 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 مش, مش عامل فكره الميني البوم وبس هذا حاليا عم جهزه انا التمثيل اخباره ايه بتفكر تمثل بفكر صراحه في مشروعات جات لك في ما في لكن انا بفكر انا حابب يعني لازم تمثل ان شاء الله فكره يوسف بن جدا جدا رائع كوميديان ما حصلش يعني بيقلد ولا بيمثل لا ده هو طول اليوم بيمثل علينا ما شاء الله يعني تمثيل مش تقليد يعني كده مره مثل عليكم ايه لا ده طول الوقت بيسحبينا الصراحه كلنا بيسحبيكم ازاي بقى يعني يقعد يحكي لنا مواضيع وفي سياق كوميدي كده جميل واحنا بقى ما تقوليش قول انا مش هعرف هي بتجري واحده قول يا جو لا لا هي بتطلع قول انت سعيد هي بتطلع لا انت فاهم مع القعده وما نكون قاعدين مبسوطين فبيطلع الموقف معي لكن انا ما فيش لا وعارف اللي هو يعني يبقى مصدق قوي اللي بيقول لدرجه ان احنا بنبقى قاعدين مصدقين يعني انت صدقتي قوي كده في موقف كده كان على طول انا اكتر واحده يعني باخد مواقف من يوسف وبصدقه وفي الاخر بيطلع كلها حكايات ايه ده معقول يا يوسف اه يعني ممكن يمثل كوميدي جدا وانا حابب وانا حابب اكيد تعمل كوميدي يلا يا دكتور بقى خلاص يلا ان شاء الله قريب جدا يلا ان شاء الله رنا وانت هتكونوا مع بعض اكيد في عمل سينمائي جميل ان شاء الله وفي منتج كده ينتج لكم اكيد انا اعرفه كويس يلا يا رب هتسمعنا ايه ده دكتور داخل حامي علينا على طول نقول نسمع حاجه ليوسف بقى نسمع حاجه ليوسف نقول بتحصل كتير بتحصل كتير دي اخر اغنيه يوسف منزلها صحيح نسمع بتحصل كتير كلمات الشاعر محمد الغنيمي الحان شريف اسماعيل توزيع مينو بقدم لهم كل التحيه حكايات زيها ولا احنا اول من يقول ده مفيش نصيب عايشين حياتنا بحلوها وبمرها والجرح مهما وقته طال لازم يطيب بتحصل كتير في الدنيا حكايات زيها
ولا احنا اول بيقول ده مفيش نصيب عايشين حياتنا حلوها وبمرها والجرح مهما وقت طال لازم يطيب وانا همشي خلاص صدقني مش هتشوفني تاني هتعب وهتألم وهرجع تاني عيش وانت هتتكلم في بعضي وبكرة تنساني علشان ما فيش في الدنيا حاجة ما بتنتهيش بتحصل كتير حكايات زيها ولا احنا اول من يقول ده ما فيش نصيب فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع الفنان الجميل يوسف عرفات والفنانة الجميلة زميلتي في تقديم الحلقة رنا سماح. Yeah.
عالباب وما تحكي يحكيها وداري خدني جديدة من بوضوح مع دكتور عمرو الليثي، ولأول مرة أنا بشاركه في التقديم. ورجعنا لكم تاني بوضوح مع رنا سماحة ويوسف عرفات. الحقيقة أنا مبسوط وسعيد جدا، يعني مباراة فنية دي مش حلقة عادية، يعني أصوات جميلة. حلقة جميلة يا دكتور، يعني أنا مبسوطة بصراحة، من أحلى الحلقات اللي أنا عملتها في حياتي. ربنا يخليك. أنا أسعد ومبسوط أكثر، أنا مبسوط أكثر صدقني. يوسف أظن يعني مشاريعه المستقبلية واضح أنها كتيرة، تمثيل وكوميدي، وهو حتى من شوية كده عمل لي مشهد كوميدي أنا بطلب منه هو اللي عمله في الاستراحة يعمله قدام الناس لو سمحت. فضل يوسف. حط قدام الواقع. عملت إيه؟ هو الدكتور بيدبس يوسف يا جماعة. لا هو شوف، يعني زي ما قلت لك تعرف نقعد هيك مع بعض وخلص يكون انا مرتاح او مودي راي، او اشوف القعده مثلا كنا زهقانين فتلاقي لازم واحد هيك يكون يمزح ويخلي القعده لطيفه، فبيخطر على بالي موقف واعمله، لكن تحطني قدام الكاميرا كده لا. لا ممكن يعمل كاندد كاميرا، ممكن يعمل كاميرا خفيه، خلي بالك. ايوه كاميرا خفيه. كمان حلو قوي ان احنا كده نغشش الناس هيعرف. شفتي بقى ازاي؟ طيب يوسف، خلينا نتكلم عن مشروعاتك الفتره اللي جايه، بتعمل ايه، بتجهز لايه؟ حاليا انا بجهز سنجل لراس السنه ان شاء الله، وبعد هيك راح ارجع شوي الكويت. انا صار لي 3 اشهر طالع تارك اهلي، وفي فينا نحكي كمان عن برنامج ليله انس اللي هو اساسا خلينا نجتمع انا ورنا، كان في بيروت. كان برنامج بيتعرض على قناه دبي، الفكره تاعته نحن نكرم العمالقه اللي هم قدموا للفن. كان برنامج جميل بنتفرج عليه، مقدم كل الفن اللي احنا بنحتاجه واللي كل الناس بتحب تسمعه. فالحمد لله في خطوات، في تحركات. انت عارف هلا الانتاج الف، في برضه مشكله في في ان الواحد ياخذ راحته، وخصوصا ان انا كمان تركت عقدي، يعني فسخت عقدي مع بلاتينوم، فصار الموضوع شويه صعب. في مشكله منتجين اليومين دول. صحيح. كنا بنعاني من نفس الموضوع. انت برضه بتعاني من نفس المشكله؟ هو في حد بيعاني زيي؟ انت عندك مشكله مع المنتج؟ طبعا عندي مشكله مع شركه الانتاج، وانا حاليا بنتج لنفسي. وانت برضه بتعمل كده؟ نفس الموضوع. وكمان في عندي اللي هو بحب اشكره اكيد، الموزع مينو، هو من اكثر الاشخاص اللي بيسندوني، وفي اعمال صراحه عاملينها انا وهو، يعني زي ما بتقول احنا حابين نعمل ابداع، فما فيش اي انتاج، يعني مجهودي ومجهوده، فبقدم له كل التحيه. انا كمان بقدم لمينو تحيه كمان، ورانا كمان عم نتعامل معاه في عمل انا سمعته. احنا كلنا بنقدم له تحيه. هل سمعنا ايه خطرنا على بالك؟ نسمع خطرنا على بالك. يلا نسمع. اتفضل. هي الاغاني طبعا من الاغاني المحببه لقلبي. من هون نحنا يا بشر، من هون
من هون من قصة عمر من بسمة الأيام للأيام من صوت بيجي بالبكي من موال من دالي وعنقود من توتي من غيمة بلاد المطر من خطرنا على بلد خطرنا يا هوى كان مالا ومالا نحنا يا هوى لا بعمرنا هوينا ولا شافت عينينا ضيفك يا هوى خطرنا على بلد خطرنا يا هوى كان مالا ومالا نحنا يا هوى بعمرنا هوينا ولا شافت عينينا ضيفك يا هوى أمنياتكم إيه بقى؟ أمنياتك إيه؟ تتمنى إيه؟ أكيد هذا صدقني أهم سؤال في حياتي أنا بسأل نفسي كل يوم. أنا بدأت الحلم اللي هو اللي أنا فيه في نقول الغنى من وأنا صغير. أمنيتي إن أنا أوصل لمكانة ممكن هي تخلي أهلي يفتخروا فيني وينبسطوا وأنا كمان أحس إن أنا خلاص راضي
رغم انه الانسان يعني ما بيشبع من النجاح، بيحب دائما يكون ناجح، وانا طماع في النجاح، فامنيتي ان انا اوصل لقلوب الناس، اوصل لمكانه تريحني واشوف الناس بتحبني، واقدم فن جميل، واخلي اهلي مفتخرين فيني وانا مفتخر في اللي انا عم اقدمه، وان شاء الله يكون كمان اولادي مفتخرين فيني اذا الله كرمني. فاعتقد انه هي امنيتي، وان شاء الله الله يحقق لي اياها. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك. وامنياتك ايه؟ انا امنياتي كتير قوي. انا نفسي في الايام اللي جايه ان شاء الله احفر اسمي في الكم الكبير من الموجود دلوقتي من الفنانين، احفر اسمي في الوسط الفني، يبقى اسمي يعيش، مش بس اعمل اغنيه واتنين ويعدوا كده مرور الكرام، لا انا نفسي الاغاني اللي انا بعملها تعيش بعد كده الاجيال الجايه كتير ان شاء الله. نفسي اعمل كل حاجه، نفسي احفر اسمي مش بس كمطربه، كممثله وكمذيعه، وبفكر اوزع كمان حاجات كتير كده عايزه اعملها. فانا ونفسي اعمل حاجه، نفسي اعمل في وزير. يا رب يحقق لك كل احلامك. وانا عايز اقول لكم انا بهنيكم انتوا الاثنين، ربنا يخليكم، انتوا اسعدتوني النهارده، انت كمقدمه برامج، واسمحي لي يعني اهنيكي وهنيكي بالفانز بتوعك اللي وراكي دايما، وهنيك يا يوسف بالفانز بتوعك اللي دايما كلهم وراك، لان الحقيقه كل واحد فنان من غير جمهور بيحبه ويدعمه بيبقى حاسس انه وحيد. لكن صحيح. انا بقول لكم مبروك على الفانز اللي عندكم، بيحبوكم قوي. هنختم بقى حاجه انتوا غنوها مع بعض، ويبقى ده اختم الحلقه. يلا انا بشكرك جدا. شكرا لك. انا بشكرك جدا. انا متشكره جدا. زميلتي الاعلاميه رنا سماحه شرفتيني النهارده. حضرتك النهارده الفنان الجميل صاحب الحنجره الجميله اللي ليه مستقبل باهر، وقاعد انا بهديك يا يوسف، بشكرك جدا جدا. اتفضل بقى شوف تحب تكتب ايه. طبعا بشكر الفرقه الموسيقيه الجميله جدا، نورتونا يا جماعه وشرفتونا. يا بلادي يلا حافظها صحيح؟ حاضر يلا بينا. طبقه احنا من فين؟ يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي 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 قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة تبوسولي ايديها وتسلمولي على بلادي، يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي في جسمي نار ورصاص وحديد، عالمك في ايدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، عالمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر غالية ولابسة جديد، قالولي يلا الجنة، قلت لهم الجنة بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك.
يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك 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 يا بلادي قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش أمانة تبوسوا لديها وتسلم